اهلا اهلا بكل متابعي جريدة المصرية في كل مكان. معاكم نورهان جمال من محافظة الاسماعيلية. النهاردة احنا موجودين في بيت ياسمين. ياسمين هي عروس الاسماعيلية اللي راحت ضحية غدر زوجها بعد 4 شهور زواج. ايوه، بعد 4 شهور زواج. للأسف طبعا كل ام وكل اب بيدوا بنتهم لواحد بيبقوا مأمنينه على شرفهم وعرضهم وبنتهم وولادهم واحفادهم اللي جايين. للأسف هي كانتش طالبة غير الستر، الستر وبيت يسترها وزوج يبقى معاها. وعشان تستحمل العيشة مع زوجها وما تفشلش للمرة التانية، استحملت كتير وكتير وكتير وكتير، وكانت سترة على بيتها وكانت حافظة الأسرار بيتها، وكانت النتيجة إنها أصبحت جثة هامدة. للأسف يعني حتى ولادها اللي كانوا من زوجها الأول يعني اتحرموا منها. معانا ومعاكم الأم وجيران ياسمين، هيتكلموا عن ياسمين ويوصفوا لنا إزاي حصلت الحادثة وإزاي تلقوا الخبر. السلام عليكم. احكي لنا يا ماما، ازاي عرفتي بالواقع؟ عرفت ان انا بنتي كانت موجوده عندي يوم الجمعه. يوم الجمعه كانوا خارجين هي وحسب الله ونعم الوكيل في محمد يارا، وتي منه يتحسر كده على عمره ويحرق قلب اهله عليه ان شاء الله زي ما انا قلبي اتحرق على بنتي. وخرجوا ومفيش حاجه. بعد كده يوم السبت ده كانت اجازته، انا طبعا ما اتصلتش بيها لان كانت عندي بالليل ماشيين الساعه 1 بالليل. جم يوم السبت انا هي رنت عليا مرتين، يعني التليفون رن مرتين، مره ومره وقفل على طول. بعد كده هي ما كلمتنيش، اتصل بيا هو حسب الله ونعم الوكيل من تليفونه. فبقول له ياسمين اتصلت عليا، قال لي اه ده كانت عايزه تشتكي لك مني. تشتكي لك منه؟ تشتكي لي. اه عملت ايه يا محمد؟ قال لي مفيش والله، ده الخضار ومش الخضار، وجبت قميص ولفته بيه عشان ما يبانش. فهي زعلت وزعقت، بس انا هرضيها باذن الله. تمام. بس والله وقفل على كده، ولا قدم ولا اخر بالكلام. قلت له خلاص يا محمد، ما لكش بركه ولا ايه، ما تعملش حاجه تضايقها. حاول انت ما تعملش الحاجه اللي بتستفزها. المهم خلاص خلاص. بعد كده مفيش، ما كلمتنيش هي في اليوم ده. تاني يوم متعوده هي بتتصل بعيالها وهم رايحين المدرسه، شاهد وقال. ما اتصلتش في اليوم ده. ما اتصلتش. العاده ان هي بتتصل بيهم كل يوم الصبح الساعه 7:30 الصبح قبل ما يمشوا على المدرسه. الولاد قالوا يا تيتا ماما ما اتصلتش بينا. قلت لهم خلاص يمكن مفيش شبكه ولا نايم، الله اعلم، لما ترجعوا المدرسه تبقوا تكلموا. برضه ما اتكلمتش. قلت لا خلاص، انا تليفونها غير متاح، وتليفوني حسب الله ونعم الوكيل فيه محمد يا رب باذن الله، تليفونه برضه غير متاح، مع انه في الوقت ده المفروض يبقى في شغل، هو محاسب في الهيئه. خلاص ما اتصلتش. قلت المهم انا خلاص، انا في حاجه داخله عليا، انا هروح اشوف جوزي. بابا قال لا خليكي، مش خليكي. ما رضيتش اقول لصلاح اخوها عشان خايفه لا يكون في مشكله عاديه، واخوها ما بيستحملش على الهوا لو عرف ان هو مد ايده عليها. انا رايح على اساس في خناقه ومد ايده، بخاف لصلاح يروح يتهور عليه، لان هو اخته دي الوحيده ملهمش الا ما بيقبلش ان حد يعمل، ما بيقبلش عمرها ما حد قال لها، ما حدش شخط فيها شخطه، ما بيقبلش ان حد يكلم اخته حتى بطريقه وحشه. فلو راح وعرف ان ده اداها حتى الم، ممكن هو اللي يموت، هو ابني ممكن يموت، لان ما يستحملش على اختنا. فكنت بتلاشى ده كله، ما برضاش اقول لصلاح على بروح. رحت لوحدي انا، من تهتي تهت عن العماره اللي هي فيها. المهم اللي هو من خضتك بقى، انت مش عارفه عنها حاجه. والله تهت، ما فضلت الف ساعه او ساعه ونص، والجيران الشوارع يقول يا حاجه انت. رحت مره واثنين وثلاثه بتدور على حد، قلت له والله عماره بنتي بس انا تايه عنها. خلاص انا هعمل ايه بقى؟ رحت متصل على صلاح. قول لي صلاح تعالى حبيبي. هي بقى لها قد ايه دلوقتي؟ بقى لها قد ايه؟ 7 شهور. سبع شهور واحنا في نار، 7 شهور واحنا في جحيم، بنموت كل دقيقه من كل ثانيه على بنتي اللي راحت غدر، غدر واحد زي ده.
حسبي الله ونعم الوكيل فين بعيد. في صلاة قال لي ماما خليكي وانا هجيلك، هي في شارع الجبلاوي. قال لي ماما خليكي وانا هجيلك. كله ماشي حبيبتي، قرب المايك حبيبتي. رحنا لقينا طبعا الشارع حركة غير عادية، الناس في عزا وفي قرآن، ما خدتش في بالي خالص. ودخلت العمارة بضرب بعيني كده، يا ساكنة في دور تاني، لقيت شقة بنتي مفتوحة والباب مكسور. أنا ما اتفائلتش خير بصراحة، رجليا شالتني بالعافية لحد الشقة، يعني ما كنتش عارفة أطلع حتى السقف. حاجة كده همدتني، قلت ضاربها ولا حاجة وعورها ورحت المستشفى. المهم دخلت لقيت أمين شرطة قاعد في أوضة الأطفال، كان في واحد تاني قاعد في الأنتريه. بقول له فين بنتي؟ قال لي انت مين؟ قلت له انا مامتها. ما ردش عليا. لقيت صلاح بقى الجيران قالوا له تحت المختك مات. لقيته طالع لي جري. جيراني اللي جنبها قالوا لي انت فين؟ انت سايبين بنتكوا ليه؟ قلت له سايبينها، ده كانت عندي امبارح. قال لي بنتي جوزها قتلها. انا طبعا الدنيا لفت بيا وما حسيتش بنفسي اللي انا واقعه على السن. خدوني ودخلوني شقه جوه، ما حسيتش برضه ان انا هاني معاها. معاها هي يعني الجيران راحوا شاهدوا قالوا ان هو كان بيتخانق معاها النيابه كده، واحنا دخلنا وكده. وبقول هو عامه صوته عالي على طول، صوته عالي على طول. خليكي معانا. واحنا طبعا ما بنسمع لهاش صوت، هو اللي صوته عالي تملي على طول كده. المهم دخلوا قالوا ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا لا مفيش حاجه والله، ده مشكله عاديه كده بينه وبين مراتي. اتفضلوا معانا. قال لا يعني، قالت لا خدوني، ده هو هيموت. اتاري هو كان بيتخانق معاها وهي وهما بيقولوا على طول كانت تسيب لي، انا اسيب لك البيت انت خلاص، انا ما عدتش مستحمله العيشه دي. ليه هي بتستحمل كتير كتير؟ خلاص الواحد فاض بيه بقى. وبتيجي هنا بتبقى مساهمه، يعني بتيجي بتبقى سرحانه في حاجه، يبص تقول لها يا ماما ما فيش حاجه. ما كانتش بتحكي لك اي حاجه عن اي خلاف بينها وبين جوزها؟ خالص. كانت ساتره على بيتها يعني خالص. عمرها والله العظيم عمرها ما حكيت لها حاجه. في حاجه يبص تقول لها يا ماما ما فيش حاجه، الحمد لله. كانت متربيه صح، كانت بصون اسرار بيتها وبتقفل بابها عليها. ساتره وساتره بيت، وعمرها ما قالت هو عمل فيا ولا لا. الحمد لله انا كويسه والحمد لله. وعايزه تعيش، لسه بقى لها 4 شهور عايزه تعيش، دي جوازه تانيه وعايزه تعيش وتستقر. وهي لو مش عايزاه، واحنا ما غصبناهاش عليه، احنا قلنا لها وجالها سنه ومشي ورجع لها تاني. قال لو لفيت الدنيا مش هلاقي زي اسمي. وحصل نصيب وخدها الحمد لله، واخدها عشان يموتها الحمد لله، عشان تبقى شهيده عليا. الجيران بقى بيقولوا احنا طبعا دخلنا وقلنا له يا ابني وفي ايه؟ وقال لا مفيش حاجه والله، ده مشكله عاديه. هي كانت وراه يعني الجيران اصلا خبطوا على الصوت، خبطوا على صوتها. وبقول له كان مواربه الباب كده، هو موارب الباب وهي وراه. فقالت خدوني هو هناك. فقال لي يا جماعه موت يا موت مراتي. ده الجيران شهدت بكده. الجيران قايلين في النيابه. قالوا دي مراتي وحبيبتي. انا اتفضلوا معانا. قال لا خلاص يا جماعه، قال كل واحد على شقته يا جماعه، مفيش حاجه، ده واحد ومراته بتناقش نقاش عادي يعني. المهم هو بيقول له اتدخلوا برضه ايه، فضل يزعق ومش عارفه ايه، وصوتت هي صوتين كده، وبعد كده ما سمعناهاش تاني. ولقيناه نازل الساعه 7 المغرب. قالوا خلاص هو اتصافى خلاص. قال هو موتها، هو طعنها طعنتين في بطنها وفي رقبتها وخبطها في دماغها، دماغها مفتوحه. هي كانت بتقولي بنته الصغيرة، بنتها الصغيرة، بنته وبنت بنتي، بنتها هي وبنته هو، كانوا موجودين. وموتها، موت بنتي وقتلها قدام بنتها الصغيرة. هي اللي حكت؟ ويسر اللي حكت لي. قالت هو محمد بسكينة وعمل ماما كده، وماما وقعت في الأرض، هو ضاربها طعنتين في بطنها وفي رقبتها وخبطها في دماغها. وحسبي الله ونعم الوكيل. وكانت بتقول بيعمل السيجاره كده في ايده. برضه هي يسر اللي حكت كل ده، انا ما شفتش. هي اللي حكت ده كله. وساب بنتي، غرقانه في دمها.
وباباها بقى بابا ايه اللي حصل لما راح بابا؟ يعني احنا بنرجع مع حضرتك الشريط عشان نفكر الناس بالواقع، ايه اللي حصل لما باباها راح بقى الشقة؟ يعني بابا ده حسبي الله عايزين ونعم نتكلم الوكيل، عن حسبي الله ونعم الوكيل فيه عبد العزيز، يا رب حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي ابنه. هو طبعا عمل جريمته وموت بنتي وسابها غرقانه في دمها، وراح لابوه وخد ذهبها وخد تليفونها عشان ما حدش يستدل على عنواننا هنا. راح لابوه طبعا، وابوه راح فبيقول الجيران، بيقول له احنا الراجل ده، احنا طبعا منطقه هناك دي ياسمين صح؟ دي ياسمين. الجيران راحوا بيقولوا احنا لقيناك جاي بيسال، بيقول يا جماعه البنت طبعا احنا لقيناها في البلكونه، فقال يسر في البلكونه واحنا مش شايفين مامتها. روحي يا يسر ماما فين؟ قالت ماما نايمه. واو ما هي مش عارفه حاجه، هي واو عندها واو. ماما واو. فقال طب روحي نامي جنب ماما، على اساس بيقول له احنا ممكن تكون ياسمين يعني ايه تعبت من المنهده معاه ونامت، وهو نزل والحمد لله وكويسين ومفيش حاجه. وبقوله تاني يوم لقينا برضو البنت في البلكونه وبتقول بتعيط، بتقول مام ونبوه مامو عشان يعني هو حبسها، يعني هي فضلت في البيت يومين من غير اكل ولا شرب، حبسها يومين مع مامتها غرقانه في دمها والبنت الصغيره من غير اكل وشرب. الجيران بقى بيقولوا احنا لقيناها قاعده في البلكونه نايمه. تاني يوم واحد يعني في وشهم كده بودي اولاده المدرسه، فقال ده يسر برضه واقفه في البلكونه، لا في حاجه. فبتقول ماما ماما فين؟ ماما هنا. لقيناها قال لا يا جماعه كده في حاجه، بقينا نرمي لها الاكل من البلكونه والميه، بيرمي لها الاكل من البلكونه. والرئيس المعاينه لما راح تعينه قالوا ايه ده يا جماعه؟ قال احنا البنت كانت جعانه واحنا كنا بنرمي لها الاكل من البلكونه. فدخلوا طبعا بابا ده اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيه يا رب عبد العزيز، راح بيقول يا جماعه البنت اللي فوق عامله ايه؟ قال والله ما نعرفش يا حاج، ده باباها طلع ومامتها احنا مش شايفينها، والبنت احنا بنرمي لها اكل وواقفين زي ما انت شايف كده خايفين لطعم البلكونه، كلنا واقفين الشارع كله وقفناها واحنا مش عارفين في ايه جوه، احنا باباها مش موجود ومامتها مش باينه. قالوا خلاص بس احنا هو طلع العماره وبيقولوا ان احنا يعني ايه مفكر ان احنا خلاص الموضوع ايه اتلهينا احنا في الكلام، بس احنا مراقبينه. طلعنا وراه لقيناه واقف عند الباب بيفتح في الباب، فبتقول له انت بتعمل ايه؟ قال دي شقه ابني. قال شقه ابنك ايه؟ طب افتح الشقه. افتح الشقه مش شقه ابنك؟ مش شقه ابنك، افتح الشقه. قال ده انا معيش مفتاح. قال له لا طب خلاص احنا هنكسر الباب. قال له لا طب استنى كده في معايا المفتاح. راحوا مطلعين، فبقول تكينا المفتاح ثلاث تكات، تكتين والثالثه مش عايزه تفتح. التالتة مش عارفين نفتح، كسرنا حتة من الباب وكسرنا الباب ودخلنا، كسروا الباب ودخلوا. فالجماعة هناك الرجالة قالوا الحريم تدخل يشوفوها الأول تكون نايمة براحتها ولا حاجة. بيقولوا دخلنا ما لقيناهاش في الأوضة. انت دخلتي طبعا ما لقيتهاش؟ لا أنا ما دخلتش، لا ما دخلتش، يوم ما رحت ما كانتش موجودة أصلا، والحمد لله أنا ما دخلتش لأني كنت هدخل ألاقي دم بنتي، أو كنت أموت فيه والله، كنت ممكن أموت، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل كده يعني عشان يرحمك من المنزل. اخوها اللي راح ومسح الدم صلاه، هو اللي مسح قبل ما اروح الشقه ولا ما حاجه، هو اللي راح ومسح وشال دم اخته على ايده كله. ربنا يبارك له ابني يا رب، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا عملته بنتي، بنتي كانت الوضع بيرك الدم، مرات عمه اللي قالت لي صلاح ما قالش لحد دلوقتي، قال لي ما كانش في دم يا بابا ولا حاجه، مرات عمه قالت هو بيقول لك كده عشان يصبري، وحب يروح لوحده حتى عمه قال له اجي معاك، قال له لا انا اروح لوحدي، وراح لوحده يا لبمه، هو اللي شال دم اخته كلها وشال حاجتها كلها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. وقال الله يا حبيبتي، وقال الله نار، احنا في نار ونار، بنتي ما عملتلوش حاجه عشان يموتها، كام طعنه وكام في رقبتها وفي راسها، ليه 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 تعمل فيها كده؟ ليه عملت لك ايه؟ ربنا يحصر اهله عليه ان شاء الله، واشوف فيك يوم اعظم من سنه يا محمد يا رب، يا رب ربنا ينتقم منه ويحصره على عمره باذن الله.
حسبي الله حسبي الله ونعم ونعم الوكيل. الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في البلد. وربنا كده انا عايزه القصاص العادل، عايزه حكم يبرد نارنا كلنا، ابوها واخواتها وعمامها وجيرانها واصحابها، كلنا كلنا بنموت. احنا معانا عايزه احنا يعني معانا جيرانها كمان. عايزه الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا ربنا يا رب يصبرك، هنرجع لك تاني. ربنا يكتب لنا ان شاء يعني الله. انت صاحبتها هنا وجارتها؟ اختي الكبيره يعني بلسم، يعني كويسه جدا. احكي لنا عن ياسمين. هي شوف كل حاجه حلوه في الدنيا كانت فضلا ياسمين، كانت كويسه جدا، كل واحد بيتمنى لها كل خير، وهي كانت تتمنى الناس كلها خير، ما كانتش بتشوف منها حاجه وحشه، الناس كانت بتحبها وبتحب الناس كلها، بقيتش تتمنى الخير لكل الناس. عمرها ما حكيت، ما دام انت صاحبتها ما حكيتلكيش خالص على الخلافات اللي كانت لا بتبقى، كانتش بتحكي. من ساعة يعني جيرانها على طول بيقولوا من ساعة ما سكنت والمشاكل، مشاكل كل يوم، مشاكل كل يوم، مشاكل، ما كانتش بتيجي تحكي لنا غير بعد ما حصل اللي حصل ده، وجيراننا هم اللي قالوا كل حاجة، ما كانتش بتيجي تحكي لنا عن حاجة غير كل حاجة تقول الحمد لله أنا كويسة في نعمة وفضل، الحمد لله. حبت تستر على بيتها. حبت تستر على بيتها. حضرتك هنا جارتها صح؟ اه. نحكي لنا عن ياسمين. بصي ياسمين دي تعتبر ملاك كان ماشي على الارض، يعني ملاك مش ملوش اي خطأ، تتكلم ملوش اي خطأ، ملاك. بصي كلمة الحمد لله والشكر لله رب بقها على طول، يعني مفيش. احنا عايزين نعرف ايه 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 ذنب الثلاث اطفال، ايه ذنب البنت الصغيره دي اللي تشوف امها حصل فيها كذا. البنت بتحكي، البنت بتحكي بتقول لك ماما ماما انا كده، ماما ايه ده، على يعني على السجاير بتطفي السجاير، وماما كده متكتفه ايدين ورجلين، ليه ليه عملت لك ايه، عملت لك ايه، يعني ايه اللي عملته لك غير كده. جيرانها كلهم اللي هناك، سيبك مننا احنا هنا احنا مربيينها، جيرانها الجداد، جيرانها اللي لسه حتى جداد، هم جداد 4 شهور، ما حد منهم قال كلمه وحشه، جاره منهم بتقول سمعنا الصوت العالي وطلعنا فوق على اساس ان في حاجه ليهم، فوجئنا مش عايز يفتح بيدب بتخبطوا عليا كده ليه، عشان قالوا هنكسر الباب. وبعدين قعد انا بتحاسب مع مراتي، تتفضلوا تتحاسبوا معايا. وبعدين في الاخر هي قالت لهم، قالت لهم خدوني معاكم ده هيموتني هيقتلني. طبعا الناس ما فكروش بالموضوع ده، بعد ما كده بقول لك لقينا الصوت هادي، قلنا ربنا هداهم وكده اهو. يعني ايه ذنب الطفله انها تبقى في البلكونه طول ماما واوا جوه، ولما البنت يعني طفله صغيره سنتين ونص وهرب بقى، واخته هي اللي راحت البيت صح؟ صح؟ بعد جيرانه اخته وابن اخته، اخته وابن اخته، بيقولوا جيرانهم بيقولوا هي اخته وابن اخته خارج عادي ما فيش مشكله، لكن نفوجئ بعد كده الجيران حتى بيقولوا نفوجئ بعد كده ان هو عامل العامله دي، راح مثل الجريمه وراح مثل الجريمه، راح مثل الجريمه. كملي حضرتك. احنا بنطالب بالقصاص العادي زي ما هو حرم 3 اطفال من امهم، ربنا يحرق قلبه ويحرق قلبه يحرق قلب اهله عليه. يعني احنا عايزين، طب ما هو ما قالش هو بيمثل الجريمه، قال قتلها ولا ليه؟ اي حاجه ولا اي حاجه ولا نطق خالص. يعني جيرانها يقولوا ما قالش حاجه. هي كانت بدأت جلسه بالفعل واتأجلت صح؟ صح؟ 24/6 مش 24/6 اتأجلت بإذن الله. طب يا ماما يعني ما يعني هو ما قالش اي حاجه في التحقيقات، يعني ايه اللي حصل وصله للوضع ده؟ لا ما هو كل اللي سمعناه يقول انا بحبها، انا بحبها وبحبها، بحبها لدرجه الموت. غيرت عليها انا يعني، هو غيره بيحس غير عليها من عيالها، غير عليها من عيالها، من عيالها. لا ده مرض، ده مش ده مرض، ده مرض، ده ده مرض طبيعي من كل الناس. ابنها مثلا يجي يحضنها، لا ما تحضنهاش. لا والله بتاعي ان انت ما تخليش طفل يحضن مامته، دي مامته ازاي كده، هو حباها حب امتلاك، هي خلاص دي بتاعتي. ما انا بقول ده مرض بتاعتي، بتاعتي بس. ابوه يقول انا ما اعرفش مكانها فين،
ما اعرفش مكانهم فين، مكان اهلها فين. ده ابوه. اه ابوه. حسب الله نعم الوكيل فيه، الراجل الكبير ده. ده المفروض يتعلم مع ابنه. اخته ابن اخته بيساعد على التصدق. اخته سطر عليها، سطروا عليه. اه عين هو سطروا عليه. انت ترضي حد يعمل في بنتك كده؟ بتعمل فيه باذن الله. ليه هو شفت شفته منها ايه وحش عشان يعمل تعملوا فيها كده؟ وكمان سايبين بنتها سنتين ونص جنب منها. ده يرضي ربنا؟ ده ما يرضيش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هم كلهم. هو يعني يقول انا ما رحتش، ما اعرفش، انا يسرق بطاقتها، يسرق ذهبها وتليفونه يمسحه كله، كل التليفون يمسحه. ها عشان لما حد يكتشف مجهولة الهوية. اذا بها مديه تطلع مجهولة الهوية، هي قد الدنيا. يعني مش عايز اقول لحضرتك ياسمين كانت بالنسبه للناس كلها ايه. زي لك بنت اتحطت في الثلاجه يومين، وصفت لك كده مهملاه. الثلاجه طلعوها بنت قعدت يومين، طالعه طريه شهيده، طالعه طريه من الثلاجه كانها لسه معموله. طريه والله طريه. والمغسله وبتغسلها بتقول بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كانها صاحيه. كاني بنتي صاحيه. بقول لك طريه بقت تلف نفسها، بقول لي بقت هي اللي بتقلب نفسها. بقول لي ياسمين بقت تقلب نفسها. بقينا حاجة كده ما شاء الله الله أكبر. بدر كنا بنغسل بدر، الشعر قد كده كان واصل لها لحد رجلها. بقول كنا بنلمه كده، ودراعاتها طرية مع الزبتنير. لا حول ولا قوة. والله العظيم بيقولوا طرية لدرجة احنا قلنا صحية بس بقالها يومين، عشان بنتي عملها قدامها الحمد لله. وهو برضو عمله قدامه في جهنم بإذن الله. يعني أبوه حسب الله ونعم. أنا معرفش ما اعرفش. اه بيستر بيسطر على ابنه بقى. بيسطر على ابنه. اه بيسطر على ابنه وما خافش على دي. مش بنتي ناس. قربي بقى المايك، قربي بقى المايك. دي مش بنتي ناس، واخدها من شارع انت. ده واخدها من بيت متربيه احسن تربيه. انت اللي مش متربي وانت اللي ما تعرفش ربنا. انت لو تعرف ربنا كنت رعيت ربنا فيها، لكن انت ما تعرفش ربنا. بتطالب بايه يا ماما؟ بطالب بالقصاص العادل، بطالب بالقصاص العادل، بطالب بالاعدام عشان احنا نرتاح. احنا مش مرتاحين. انا بنتي اروح لها كده كل خميس وكل اثنين وكل جمعه بروح لها اقول لها حقك جاي يا سمي، حقك جاي، نامي وارتاحي حبيبتي، حقك باذن الله جاي. واحنا الحمد لله احنا طالبين القصاص، واحنا يعني عشمنا في ربنا وفي القضاء عالي جدا، واحنا عارفين هو هيجيب لنا حقنا وهيبرد ناري على بنتي. هيبرد ناري ونار عيلتها كلها واخواتها وجيرانها وحبايبها واولادها الثلاث اطفال اللي اتيتموا. ثلاث اطفال اتيتموا، اكبر واحد الرابع ابتدائي، اكبر طفل رابع ابتدائي. ليه تحرمه من امهم وتحرم امهم من ليه؟ سيبها، مش عايزه اطلقها. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. اه زي ما دينا قال. انا قلت له يا محمد دخلنا بالمعروف اطلق كده. لو فضلت على كده زي ما دخلنا بالمعروف يا ابني تتطلق. انا قلت له كده اقسم بالله، اقسم بالله. والايام المطلقة. هو بقى عشان انت قلت كده هو خايف بقى، لو مش ليا مش لغيري. قلت له تتطلق وتقعد مع عيالها احسن من الاهانه والبهدله اللي هي فيه. ده لما اكتشفتي بقى موضوع الضرب ده. اه لما رحنا مره ولقيناها ضاربها ومزرق جسمها اتفاجئنا. قلت لا، ده انا ممكن اطلع على الاسم دلوقتي واعمل لك محضر، اعمل لك محضر على اللي انت عامله في بنتي. قفل الباب وفضل يبوس فيها وحقك عليا والله العظيم ما يحصل تاني وخلاص على كده. وقلت له لو كده احنا نطلقها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف وتعيش لاولادها. قال ده انا والموت والطلاق ده واحد بالنسبه لي. هو قال كده. الموت والطلاق بالنسبه لي. هو قال كده. هو قال كده ونفذ. انا الموت والطلاق بالنسبه ده، انا موت. طب موت نفسك وسيبها اهي، موت نفسك. قال دي بتاعتي انا، دي مراتي وحبيبتي ودنيتي كلها. طب سيبها، لما هي دنيتك كلها ليه تعذبها؟ ليه تضربها؟ ليه تموتها؟ ليه تقتلها؟ ليه تقطعها بالسكينه؟ ليه ما صعبتش عليك لما اديتها اول خبطه؟ ما صعبتش عليك في الثانيه؟ ما صعبتش عليك في الثالثه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والله حسبي الله ونعم الوكيل. انا يوم ما اطلب نفسي يتقطع بالسكينه زي ما قطع بنتي، زي الفزع والرعب اللي شافته منه. ليه تعمل فيني كده؟ ليه؟ عملت لك ايه؟ ده انت لو بينك وبينها طار مش هتعمل كده. لكن هي مسالمه، عشان مسالمه وربنا ما اداها شيطان.
بس هي عند ربنا حاجه كبيره، لكن انت انطردت من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. انت لو ما تروح لربنا هتقول يا ريت ارجع الدنيا واشوف عذاب الدنيا احسن من عذاب الاخره. حول ولا قوه الا بالله. كده هتقف وتقول هات حقي، انت ما قتلت لي ليه؟ عملت لك ايه يا مفتري قليل الدين؟ سيبني لاولادي. سيب ما قالتلكش سيبني لاولادي؟ ما صعبتش عليك؟ ما اكلتش معاه عيش ومال؟ ما عملتش فيك معروف؟ ده بتربي لك بنتك. اه ده على الاقل. ايوه يعني بتربي بنتك مع بنتك وصيناك وصينا بيتك ومعمره بيتك وكل حاجه حلوه فيها، تعمل معاها كده ليه؟ يتعاشرون بالمعروف يتفرقون بالمعروف، لكن انت ما تعرفش ربنا ولا كلام ربنا. ولا بيعرف لو كلام ربنا ما كانش عامل في بيتك. يخاف من ربنا ازاي؟ يقابل ربنا يقول له ايه؟ لا هيقول له ايه؟ مش هيقول له حاجه. ومن قتل نفسا بغير حق فكانما قتل الناس جميعا. فكانما قتل الناس جميعا. وربنا وعده حق، وعده حق، وعده حق. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ومن قتل يقتل ولو بعد حين. ده ديننا وده القصاص اللي وعد بيه ربنا. يعني يعني كل الاديان السماويه بتحرم قتل النفس. ربنا حرم قتل النفس. بسم الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. تقبليها على بنتك، تقبليها على اي حاجه. لما ست وقال ايه منقبه؟ ايه فين ده؟ فين الدين اللي قال ان شاء الله؟ فين الشرع يا رب يتعمل فيهم؟ اللي انا ضايقاه اللي انا ضايقاه وهم يدوقوه. اللي انا دقته في بنتي الوحيده ماليش غيرها. ربنا يخلي اخواتها ولادين معايا غيرها. هي بنتي ماليش غيرها. وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. من اخته وحقها عند اللي خلقها. حقها عندك انت يا رب. حقها عندك انت يا رب. وربنا هينصفنا عليه باذن الله تعالى. بإذن ان شاء الله. الله ان شاء الله. ولو بعد حين ان شاء الله باذن الله. ولو بعد حين يعني احنا كنا معاكم من بيت ياسمين واهلها وجيرانها اللي بيطالبوا بالقصاص العاجل. ياسمين اتوفت من 7 شهور بالظبط. بدأت محاكمات القضية طبعا بتتداول في المحاكم الفترة دي. الأم بتطالب بسرعة القضاء أو بسرعة القصاص. كلنا ثقة في القضاء العادل، كلنا ثقة في القانون، كلنا يعني بنثني كمان جهود الشرطة في كشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجاني. الواقعة كانت من 7 شهور وكنا معاكم من نفس المكان. كان يعني اتكلمنا معاكم على كل تفاصيل الواقعة. رجعنا النهاردة نتكلم معاكم تاني ومع بدء جلسات محاكمة يعني قاتل عروس الإسماعيلية. ومن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. شكرا لكل متابعينا الكرام على جريدة المصرية. احنا كنا معاكم مع الأم والجيران، اتكلمنا وعدنا الأحداث اللي حصلت وقتها. نذكر حضرات بالوقائع لعل الناس تعتعظ، لعل الناس تتقي الله. دنا فامسكوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف. اذا كانت الحياه مستحيله ما بين الطرفين، اذا كانت الحياه مش هتنفع بين الطرفين، دنا بيقول سرحوهن بالمعروف. سرحوهن بالمعروف ولكن تجاوز كل الحرمات. قتل نفسا بغير حق. قتل نفسا كانت أمانة عنده، خان الأمانة. بنطالب بالقصاص العادل العاجل لعروس الإسماعيلية ياسمين. بنشكركم على المتابعة. كنت معاكم أنا نورهان جمال.